مدفع الشيطان المصري. سلام الله عليكم مشاهدي قناة اتثقف. مصر اليوم بلا شك أقوى قوات مسلحة في إفريقيا والشرق الأوسط، بقوة جوية مكونة من 360 طائرة مقاتلة وأسطول من 8 غواصات و20 فرطاقة وكوفريت وحاملة طائرات وهليكوبتر، وقوة برية تشغل أكثر من 2000 دبابة ثقيلة و3500 عرب قتال مشاع وناقلات جند مصفحة مستوحاة من العقيدتين السوفيتية والأمريكية. تمتلك أيضا مدفعية قوية وحديثة مع أكثر من 600 قاذفة صواريخ متعددة ذاتية الدفع و1000 نظام مدفعي ذاتي الدفع، أكثر من نصفها من طراز M109 لعدة سنوات. استثمرت البلاد أيضا في جهد كبير لتحديث جيوشها من خلال الاستحواذ على طائرات وسفن قتالية جديدة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى 500 دبابة ثقيلة T90M من روسيا. منذ عام 2009 كانت القاهرة في مفاوضات مع سيول للحصول على نظام مدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملي من طراز K9. توقفت المفاوضات لبعض الوقت بسبب أحداث الربيع العربي في عام 2011، ولكن وقعت القاهرة وسيول اتفاقية في الأول من فبراير لتصنيع المحلي ل200 مدفع K9 ذاتية الدفع، بالإضافة إلى عدد غير معروف من مركبات الدعم المدرعة بما في ذلك حاملة الذخيرة المدرعة K10 بقيمة 1.7 مليار دولار. K9 فاندر هي مركبة مدرعة مجنزرة يبلغ وزنها 46 طنا بطول 12 مترا وارتفاع 2.73 مترا، وهي مسلحة بمدفع BN98 عيار 155 ملي كالبير 52، يتم تغذيته بنظام تحميل نصف اوتوماتيكي من 48 قذيفة قادرة على تحمل معدل اطلاق نيران من 6 الى 8 قذائف في الدقيقة ومدى يصل الى 40 كيلومترا. يتم تشغيل المدفع بواسطة محرك ألماني كوري طراز STX MTU بقوة 1000 حصان وناقل حركة أليسون ونظام تعليق هيدروليكي، مما يمنحه سرعة قصوى تبلغ 67 كيلومترا في الساعة وحركة ممتازة على جميع التضاريس. ومن ناحية أخرى، كما هو الحال في كثير من الأحيان بالنسبة لهذا النوع من المركبات، فإن درعها محدود بسمك 19 ملي يوفر الحماية فقط ضد الشظايا والأسلحة الصغيرة. وفي نهاية الحلقة، إن أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد في قناتنا قناة اتثقف.